قوم يا رفاعي، زينهم، قوم 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 يا خليل، قوم قوم يا عبد الصمد، يا واد قوم بقى اعمل لك رش. اعمل لي ترش. قوم يا احمد ولا يا احمد ولا قوم. يلا يا علي يا واد يا علي قوموا بقى ما تخلبونيش. زهرة قومي يا اختي قومي. صباح الخير يا خالد. صباح الخير يا اختي. قومي يا علي علي قومي. جبت الفطار؟ فطار ايه يا واد؟ الواحد يصبح يقول يا فتاح يا علي وانت تتكلم على الاكل كلكيبه. يا جمالات جمالات. عم مجيد انت يا عبد المجيد. صباحنا وصباح الملك لله يا اختي. عزيز عزيزة قومي يا اختي قومي. يلا يلا على بر يا حبيبتي. يلا قومي تعال خد اختك في ايدك ويلا. يلا يا اختي توهي. ايوه ايه انت يا ابو خليل؟ ايه في ايه؟ في ايه؟ عايزك تصحى. انت كل ما تشوفيه نايم تصحيني. وانت يا حسره بتعمل حاجه غير انك يا نايم يا تيهان؟ انا تيهان؟ ولا تزعل سكران. في حد يصحي بني ادم بالزغد والرفس؟ يا اخويا قوم شوف شغلك بلا خيبه. عايز اعمل لك ايه؟ ازغزغك وانا بصحيك؟ يا وليه يا اصطبحي؟ وما اصطبحتش يا عبد المجيد هتعمل لي ايه؟ هدشش دماغك دش. انت؟ انت يا عبد المجيد هتدشش دماغ انا دش؟ ودماغ اللي يخلفوك. يلا. انت عايز دش هتتحط وراك لطول على طول. فيه ايه يا جوز اختي؟ شوف اختك. فيه ايه يا بعد 22 سنه غلب ومرار عايز يدشدش راسي؟ الوليه دي هتنقذني وتموتني ناقص عمر. الراجل اللي دفنتني بالحي هو اللي عايزني. انا اللي هقطع لك لسانك ده. شايفه بيقول ايه بقى؟ هي دي عيشه دي اللي انا عايشها؟ لا لا صلوا على النبي. يا شيخه دي عيشه. روح اغسل وشي. يا سلام عليك يا ده وليه اللي قطعها عشان يروح يشوف شغله؟ يا وليه لسانك الطويل ده انا برضه اللي عطيتك. انت مالك انت يا وليه؟ اصحى ما اصحاش انا عارف شغلي كويس. بس كنت عارف شغلك كويس. بس فيها دلوقتي. يلا بقى يا ابني صلوا على النبي كده. يلا ساتر يا رب. ده كلك لقمه وتروح للشغل يا اخويا. اهدوا بقى. ما تحبش انت ولا يا لهوي. اوعى ايدك. ايه يا اولاد؟ لحقتوا لهفتوه؟ احنا ما كلناش حاجه يا خالتي. خليل وعبد الصمد لقفوا الاكل كله. ما تقولش لقفوا الاكل. اه ما اكلت اكل ليه؟ انا ما اكلتش ولا لقمه يا خالتي. الواد ده يا خالتي اكل الاكل كله وحف في الفول والزيت كمان. وهو ده ايه؟ وانا ما اكلتش حاجه خالص. قوموا بقى كلوني. هجيب لكم ايه اكتر من كده؟ شاريالكم بريده فول والف ونص عيش على الصبح. قوم يلا انت وهو. قوم يلا بيس. انتوا على مدارسكم بلا قله إيه. ادب. فاكرين بس خليكونا ما اكلناش. بس يا بنت يا زهره يا ام لسان انت يا قليله الادب. عيال بتوع اليومين دول. يا عبد المجيد اتفضل. يلا يا جمالات يلا يا اختي يلا بقى ربنا يهديكم. انا شايله لكم شويه فول ورغيفين عيش اهم حلوين. ايه ده بقى عندكم اكل وسايبيننا جعانين؟ بس يا واد ولا هتعمل لي مظاهره؟ ما تقعدي تاكلي معانا اللقمه. معلش بالهنا والشفا بس ربنا يهديكم انتوا. ايه ده مفيش دول طريق ترشي؟ يا اخويا كله ما تتقمرش. اما عايز ايه يا واد؟ عايز ساغ عشان اشتري كراسه. اهو ده اللي انت فالح فيه. ده بدل ما تجيب حاجه تحطها في قلب البيت هات وهات وهات فالح يا اخويا طالع لابوك. ما تتلم يا ولية الاحسان اقلب عليك طبق الفول. اهو ده اللي انت فالح فيه. تسكر واقلب عليك طبق الفول. اسكر؟ ما انا بسكر من الغلب اللي بشوفه منكم. مخلي بالي قرطه. الجواز قال قطع الجواز وسنينه. يعني شافوا اهل متجوزين غير النكد والهم والفقر. انا اتجوز قال عشان بدل ما جلابتي تبقى برقعه واحده تبقى برقعتين. الله يسامحك انما الراجل برضه ستره. لا يا اختي مش اي راجل. لازم يبقى كسب ومتعلم عشان عيالي يطلعوا عدلين. وعلى على ايه لازمته؟ ما انا كده عدله وكويسه وكسيبه انا كمان. انا اتجوز قال عشان اجيب لي 12 عيل يا عيني عليهم اجيبهم في الدنيا دي عشان ازود الجعانين والفقرانين والجهله. انت يا اختي بتجيبي الكلام الكبير ده منين؟ من اللي انا شايفاه يا اختي، اللي انا شايفاه يعلم الحجر. وانت يعني فاكره لما اتجوز لي واحد من دول طب ما هياخد القرشين اللي بكسبهم وتروح على عيالك، مش عيالك اولى بيهم؟ طب يلا يا اختي شهيلي الفم اللي في ايدك ده بدل ما انت قاعده تنقي وتقري. طب يا اختي خليك انت في طبيخي. طبيخ؟ قال طبيخ ايه؟ اللي يسمع كده ما يعرفش انهم شويه باميه قرديحي. ما هو لو كنت خلفت لك عيلين بس كان زمانك بتاكليهم بحته زفر. مش كل سنه عيل زي الارنبه. ايه؟
بتقولي ايه يا نعمه؟ ما بقولش حاجه يا اختي، بقول انا هروح شغلي عشان يرفضوني ويقولوا لي روحي اقعدي جنب اختي. سكتهم ونتجوز ترتاحي بقى من الشغل والهوسه دي كلتها. ما قلت لك ما اقدرش اسيب الشغل يا سي يوسف، والقرشين اللي بكسبهم بساعد بيهم اختي واولادها، وهي بقى نقايه بتسند الزير. نايه ايه وزير ايه بس؟ يا نعمه اسمعيني يا نعمه. اوه انت هتقضي طول عمرك كده عداله وهم واقفين حالك؟ انا عايز المك في بيت وريحك من ده كله، حد يعيبني في كده؟ بنت ايه بس اللي هتلمني فيك يا سي يوسف؟ انت بتقبض كام؟ مش 15 جنيه؟ هما دول يفتحوا بيت؟ دول ما يفتحوا الصندره يا سي يوسف. بتعايرينا يا نعمه؟ لو وحياة النبي مش قط، اوعى تزعل. بس انا مش عايزه اخيب خيبه اختي، مش عايزه اجيب 9 عيال واحتسى اوكلهم منين؟ مش عايزه بقى اتجوز لي جوز بيجيب القرش بالكاد بقى ونفضل في نقر وشجار. لما تكبر بقى يحلها ربنا. في الوظيفه والاصلاح الزراعي مش ممكن. الصغير بيفضل صغير طول عمره. زي عهده الاصلاح الزراعي بالظبط. هي ايه عقدتكوا يا سي يوسف؟ حمير ومواشي. عمرك سمعت ان حمار اترقى وبقى باش حمار؟ اوسع يا عبد بقى. حاضر. خدتك بعافيه. على فين؟ لازم اروح شغل. بس احنا ما وصلناش النتيجة. وانا في ايدي ايه بقى؟ على رايك. هي في ايدي انا. سخبه حالهم هم. تعالي يا بنت انت وين؟ 50 سخ؟ ايوه ياما. يا حلاوه يا بنات. عشان ما تقوليش ياما ان عيالك زي قلتهم. هو لو كبرتي يا خليل وبتخش على امك بفراخ وفلوس، ربنا يحفظك ويحميك. تعيشي ياما. خد يا خليل، جبت الحاجات دي منين؟ عساكر؟ فيها ايه؟ الواد ده سرق الفراخ ودرج المعلم بطاوه كمان. سرق؟ يا حسني؟ هو ابن يسرق؟ هو ده معاه. الله! خده رايح فيه فين يا خويش؟ سيب الواد. قدام على المركز.
ولا ايه؟ امال ايه هو حد يتوه عنك؟ انت مش امك كانت ساكنه ورانا؟ طلباتك عاوزه فراخ ولا حمام؟ انا عايزه المعلم من حمام البطاو. خير؟ مخصوص خليل ابن اختي. ايه يا متولي؟ ومين دي؟ دي نعمات اخت مرات عبد المجيد افندي المحوالجي، تبقى خاله الواد الحرام يا معلم بطاوي. عايزه ايه؟ عايزك تتنازل عن حقك يا معلم، واذا كان على اللي اخذوا رقبتي سداده. طب وانا هعمل ايه برقبتك؟ الناس لبعضها برضو يا معلم. ده واد حرامي عايز الجلد وضرب الرصاص. المسامح كريم بقى يا معلم. وانا اقول ايه للحكومه؟ على كل حال هو ما بقاش حقنا، بقى حق الحكومه. اهي كلمه من المعلم برضو تصلح كل حاجه. فعرضك يا معلم ما تضيعش مستقبل الواد. بس نقول ايه بقى للحكومه؟ وانت هتغلب يا معلم، هتلاقي اي حاجه تقولها. طب بس على الله بقى يرضوا. يرضوا يا معلم، ده حقك انت. هيرضوا يا معلم، إلهي يخليك يا رب. علشان خاطرك، حكم انا ما احبش الحرامية ابدا. معلش حقك عليا، إلهي يخليك يا رب. تعالى معايا على المركز، إلهي يخليهم لك، إلهي يخليك. طب يا ست، اتفضلي. خش 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 يا خليل. تعيش يا نعم. تعودني يا خالتي. جيت. ايوه جيت يا بابا. كده برضه سيبوني مرمي في الحجز. لو خالتي كنت رحت لو ثلاث تعريفه. وانا اعمل لك ايه في بالك؟ كنت قلت لك ازرق مش امك هي اللي مال همه بقى يا عبد المجيد؟ عملوا فيك ايه يا بنات؟ راح يبهدلوني يا ابني. يا لهوي يا ابني. خالتي الله يسترها. يا اخويا. الواد الظابط اللي هناك نزل فيها ضرب يا معلم. ما تتهمد يا واد انت وهو وخشوا بقى. ادينا. تعالى دوش. يا جوز اختي لازم تبطل بقى بالشرب ده شويه. الازازه دي غداره زي اختك. يا اخويا اختي مش غداره، ده اختي غلبانه. 22 سنه مورياني المر، سنه تخلف وسنه لا، لا وبالستر ربنا عليا، مره تخلف ومره تفقد. طب يعني الشرب هيحل ايه؟ ينسيني الخيبه اللي انا فيها دي والقرطه، قرطه مخلفه لي قرطه. وانا اللي كنت خلفتهم لوحدي يا مدهول؟ دي هتفوقني بقى. كل يوم ترجع لي وش الصبح وانت سكران ولك عين تتكلم؟ يا اخويا بدل القرشين اللي بتلقحهم في السم الهري ده، لقحهم على قطة العيال اللي انت مخليها. ايه ده؟ ايه في ايه؟ حاجة دي تعالى هنا، انت خارج رايح فين؟ رايح بزتين ده. تحت ما تقطيعش. خش 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 يا شيخ بقى. روح. لوحدك يا حبيبتي؟ لا يا حبيبتي. وانت كمان خذ كل ده خذ. اشرب. يا سلام، صنف معتبر قوي، الواحد خايف يتعود عليه. بايدك مفتاح البرميل. قلت ايه؟ اذا كان عليا أنا مستعد أبصم بالعشرة من دلوقتي. بصراحة يا معلم البت نعمة دي كويسة أوي، أحسن من أختها بكتير. هي قبل كده قالت لأ، لكن بقى قدام المعلم بطاوي حد يقدر يقول لأ؟ طب اشرب اشرب، أنت هنا بقى في حيبة المعلم بطاوي. إيه البحر بيضحك ليه؟ أختي وانا نازلة اتبلى عاملة القلال، ايه البحر بيضحك ليه؟ اختيه وانا نازلة اتبلى عاملة القلال، ايه البحر بيضحك ليه؟ وانا نازلة اتبلى عاملة القلال. خد يا بنت يا زهر، ارمي الريش ده بره قدام الباب عشان كل الجيران تعرف ان احنا بناكل فراخ. ظفر حاضر يا يا خرابي. تعال شوفوا يا بدري، تعال يا بدري. في ايه يا سعدي؟ احنا كله احنا كله يا زهر. فراخ يا خالتي فراخ. منين يا بنت؟ منين ده كله؟ رميتهم وشافوهم يام. ده فراخ بحقيقي، عملتها تانية منيل. ما خدتش حاجة يا خالتي؟ لا لا يا نعمة يا اختي، اطمني خالص.
دول بتوعنا حلالنا بنالنا واحنا اللي هناكلهم، ده احنا هنبقى عن قوي 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 يا حبيبتي يا روحي. بسم النبي حرص وصين جوز اختك قاعد معاكم. جوز اختي بقى اسم النبي حرص وصين وعشنا وسمعنا. قاعد مع مين يا اختي؟ مع المعلم حمام البطاط. اصله جاي يخطبك طالب القرب. قرب؟ قرب في عينك منك ليه؟ اختيش يا بنت بلا اللي تقعد. ايه؟ ولا صبرتي ونورتي يا نعمت يا اختي؟ انت كان معاكي حق لما سكيت الباب في وش الفقر والفقرا، ولا كنت هتخيبي خيبت اختك؟ انما جالك حظك بصحيح، جالنا الراجل الغني اللي هيوكلك حمام وفراخ ويفطرك بيض حاف. عايزه اكل حمام ولا فراخ ولا بيض. والعيال؟ العيال يعني؟ هينوبهم برضو من الحب جاني؟ دول كانوا هيطيروا من الفرحه لما ولحت تحت الفراخ، دول بيدعوا لك من قلوبهم. جيت يا نعمت؟ جيت يا سعادة المجيد؟ ما دخلتهاش بالشربات ليه يا جمالات؟ حالا يا اخويا داخله وراك. بسرعه عملي معروف. يلا يلا خشي بالشربات يا عروسه. عروستك يا اختي عروستك اوعوا الوش. يا ضحك انت يا بنت يا ضحك. نورت البيت. اهلا بس. مبروك يا معلم. ايه الكرم ده؟ ده ايه ده كله ده؟ ايه ده؟ اتفضلوا يا معلم. تشكم ده ليمون ده؟ تشكم. امال فين العروسه يا سعد؟ ايوه يظهر انها مكسوفه شويه. ايوه مكسوفه شويه. لا حق. خلاص بقى يا سعد مجيد اتفقنا. متفقين يا معلم. طب اشرب بقى. اربح اربح. ايوه اشرب وطلع منك خشيش. قلتليش بقى يا سعد مجيد تاخد فيها كام؟ في مين؟ العروسه طبعا. مفيش فرق يا معلم، احنا ناس مش بتوع فلوس. لا بقى، هذا راجل بتاع خد وهات. قدامك الفلوس ايه؟ الجنيه ينطع جنيه، وشرف دي أول جوازة هدفع فيها مبلغ بالشكل ده. قلت إيه؟ نكتب بكرة؟ نكتب. طيب ما احنا هنكتب بكرة. ألف مبروك يا عم دي. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. أصحى وأفطر على ده؟ لا يا اختي ما تجوزوش. انت بس بتخرفي بتقولي ايه؟ انا ما بخرفش ولا حاجه. لا يعني لا، انت حجتك في الاول ان كل اللي بيتقدموا لك قال ايه فقرا، لكن حجتك دلوقتي ايه؟ راجل غني ومقتدر وعالي العال. غشاش وحرامي ونصاب ومتجوز ثلاثه وعنده 22 عيل، اجيب له انا كمان 8 عشان يبقوا 30. 30 ابن حرامي. طب وعيالي؟ عيال الفرحانين دول اللي ربنا فرجها عليهم، هي ذنبهم ايه؟ ما فكرتيش فيهم؟ مش ده برضه ابوهم اللي رباكي؟ يا اختي انا مفيش حد له فضل علي. ومش انت اللي هتفهميني على العيال ده، انا بطلعها من بقي واديها لهم. يا راجل مقتدر وهيخليكي ايه؟ ما اقدرش يا سعد المجيد، ما اقدرش. الجواز سترة. انت ناسية سنك قد ايه؟ ده اللي قدك اتجوزوا وخلفوا بنات وبقوا مطلع. تكونيش فاكرة نفسك بنت بارم ديل ومش بنت عبد الصمد؟ ايه تبقى الحكاية دي فيها انة؟ إنا؟ أمال إنت إيه؟ فهميني فيك إيه؟ حكايتك بالظبط؟ اختشي يعني في الأدب يا بلدان. إيه إحنا حريم زي بعض ونفهم بعض كويس أوي يا نعمة؟ عيب اختشي، عيب اختشي. أنا برضه اللي عيب اختشي، واللي أنت بتعمليه ده مش عيب؟ طب أفهم إيه الحكاية؟ يا أخي خير تسكت كده وأنت متدهول على عينك. ثانية قولي لي بقى، مين اللي تولى عقلك؟ مين اللي تلف أملك؟ يكون الواد بتاع الجمعية اللي اسمه يوسف. يا لهوي على فضايحك العيال بره. العيال بره؟ أكيد إيه؟ أكيد ما هو متدهول. طب راجل زي ده تقدر وغني زي ده مش عايزه تتجوزيه ليه؟ ده انت سيرتك بقت على كل لسان. اقول لك ايه ولا اسمعي يا نعم، هي كلمه حكمه. هتتجوزيه يعني هتتجوزيه ورجلك فوق رقبتك. صحيح البطاوي هيتجوزك؟ مين اللي قال؟ مش مهم. خد يا نعمة. اهدى. فلوس، خد. اهدى كله.
ميات ميات يا نعمه. خلاص انا دوست على الفقر برجليا، مش هتجوزي حد غيري. دي فلوس كتيره قوي. ده بيجي يجي اكتر من 900 جنيه. 900 جنيه؟ يا حلاوه يا ولاد، يعني هنقدر نشتري اوضه نوم بدلافر معدوره، وبوتاجاز بعين تاني، وطقم الاسيوطي، وتلفزيون بأيريا. كل اللي انت عايزاه يا نعمه. الحمد لله يا رب، جت من عندك. جت من عندك يا رب. وعلى فكره دي اول دفعه، بعد كده الفلوس بقى هتبقى على ودنه. والله عشتي يا نعمه وشفتي الرسم ومسكتي فيهم. جبت الفلوس دي منين يا يوسف؟ الفلوس دي؟ جبت الفلوس دي منين؟ الفلوس دي؟ جبتها من التجارة. تجارة ايه؟ أصل تاجرت. اه تاجرت في ايه يعني؟ اهو تاجرت وخلاص. ما قلتليش بقى قلت النوم هتجيبيها امتى؟ رأيك أنا شوف. أنت جبت الفلوس دي منين يا يوسف؟ ما قلتلك تاجرت وخلاص. تجارة ايه دي اللي بتكسب 900 جنيه في لمح البصر؟ ما هي التجارة كده. ما تضحكش عليا، قولي الحقيقة. بتبص لي كده ليه يا نعمة؟ انت مديت ايدك يا يوسف. يا نعمة انا مديت ايدك على مال غيرك يا يوسف. يا نعمة انا عايز اعيش، عايز اتجوز واعيش. يعني سرقت يا يوسف؟ ما تقوليش سرقت، انا صرفت. صرفت يعني ايه؟ يعني عملية صغيرة كده نعيش بيها، فيها ايه دي؟ نعيش احنا ونموت التانيين. احنا ما موتناش حد. نسرق اللقمة من بق الغلبان وتقول ما موتناش حد؟ يا نعمة دي تنزل بالسم الهاري. يا نعمة ده لو قالوا لي الناس كلها حرامية كنت قلت إلا يوسف. أصوم أصوم وأفطر على مال مسروق. لا يا أخويا خد فلوسك رجعها. رجعها؟ هو ده معقول؟ قال ما شافهمش هما بيسرقوا، شافهم هما بيرجعوا. حاجة وخدتها غصب عنك وأديك بترجعها، مش هيجرى حاجة. لا بقى قولي دي حجة بقى. ما أنت لو كنت عايزاني بحق وحقيقي كنت رضيت بيا، سوى حرامي ولا شحات حتى. اسمع يا يوسف بس بقى، بلا يوسف بلا هباب. فكرنا ايه شخشخه في ايدك؟ طب قلت ال 115 جنيه واديني جبت لك الفلوس، جاي دلوقتي تقول لي حرامي؟ عبد الله ما بيني وبينك، عبد الله يا شيخ. قولي يا شيخه في 60 داهيه. خالتي 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 في ايه يا رفاعي؟ هيجوزوكي دلوقتي. يجوزوني ده ايه؟ المعلم بطاوي في البيت ومعاه المأذون. مأذون؟ زي ما بقول هي فوضى ولا فوضى؟ ايه الكلام ده؟ قال يجوزوني ايه؟ طيب يا جمالات، طيب يا عبد المجيد، هشوف انا ولا انت. اسمع يا رفاعة، ارجع البيت واعمل روحك ما شفتنيش. راح فين يا خالتي؟ مش شغلك انت، اخرب ووعدني اشوفك. اهلا يا معلم. اهلا بيك يا سعد الدين. اتفضل اتفضل. ربنا كده يكمل خير. لقيتش خالتك؟ لا ما شفتهاش. اوعى تكون بتكذب. طب هكذب ليه؟ طب اتنيل. ايه يا سعد الدين؟ نفضل قاعدين حاطين ايدنا على خدنا زي الولايه كده ولا ايه؟ زمانها جايه يا معلم. يا معلم انا عندي والعياذ بالله طلاق سوقي في المكتب، عايز الحقه اعمل معروف. ايه ما تطول بالك يا سيدنا. ما تروح يا سعد المجيد شوف لنا العروسه جت ولا لسه. اعمل معروف يا سعد المجيد. حاضر عن اذنكم. اتفضل اتفضل. لسه ما جتش؟ لسه يا اخويا. طب وبعدين؟ هاني عارفه بقى؟ أنا شايفكم متلخبطين، هي العروسة لسه ما جاتش؟ لسه يا معلم. أنا لازم في الأمر شيء. لا أبداً. يا معلم، الغايب حجته معاه، نستنى شوية. الله. ونستنى ليه؟ ده المأذون ضيع نص يوم، وما دامت العروسه موافقه يبقى خلاص. يعني ايه؟ الله، يعني نكتب احنا ونتوكل على الله، وكل واحد يشوف شغله وتيجي هي على مهلها. وده ينفع يا معلم؟ الله، ما ينفعش ليه؟ وكيل اهو، والشهود جوه، والجواز ايجاب وقبول، والمفروض انها وكلت جوز اختها وولي امرها،
ورجالتي هم مستعدين يشهدوا على اي حاجه. ايوه بس ايه؟ الفلوس في جيبي والعريس هو والمأذون جوه. مظبوط يا معلم. يا جمالات اخرس. اسكت انت، اللي بيقوله المعلم عين العقل. لا قلقت يا معلم، مش معقول كده. ايه ما تطول بالك يا سيدنا. ما تطول بالك يا سيدنا. كل شيء هيتم حالا باذن واحد احد. هي العروسه وصلت؟ وصلت على خيرة الله. يلا متولي توعاوة. نعم. خشوا جوه عشان تشهدوا ان العروسة وكلت جوز اختها. ماشي. يلا. ماشي. مش حاسبي. ايه ده مش حاسبي؟ يا اخوي. ما تستمع الزمارة. معلش لا مؤاخذة، حقك عليا. نازل المنصورة. ايوه يا ست نازل المنصورة. ما تاخدنيش معاك وحياة ابوك. اخدك ما اخدكيش ليه؟ تاخد كم من هنا للمنصورة؟ يا ست اللي تدفعيه ادفعيه، وما كانش معاكي بلاش. هدفع 3 ساعات. طيب لف ركبي. العروسه وكلتك؟ ايوه. وانتم شاهدين على ذلك؟ شاهدين. ما نشهدش ليه؟ شاهدين. على خيرة الله. منديلك يا معلم. عينيا. اتفضل. اديني ايدك. ايدك من فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم. اديني سبتها له مدعوقة على دماغه. اما اشوف بقى هيعملوا ايه دلوقتي من غيري. على الله البطاوي يرقعك. علقة يا عبد المجيد يفوقك من اللي انت. ايه اللي خلاك نازلة المنصورة لوحدك؟ بتقول ايه يا اخويا؟ بقول ايه اللي خلاك نازلة المنصورة لوحدك؟ ظروف. ومالك قاعدة بعيد كده؟ ما تقربي جنبي. خايفة مني ولا ايه؟ هخاف من ايه؟ العمر واحد وكل شيء بيد الله. طبعا كل شيء بيد الله، بس انت خايفة مني؟ فاضل كتير على المنصورة. احنا ورانا ايه؟ ما احنا ماشيين الهواين اهو. طب خليك باصص قدامك. العربية حملها تقيل وانت شايل ملناس، لازم تحافظ عليه. ده ايه الكلام ده بقى؟ ولادك يا اخويا مستنيينك، لازم ترجع لهم بخير وسلامة. ربنا يا اخويا يكفيك شر الطريق كده يا رب. انت كل يوم الصبح قبل ما تنزل من بيتكم تقول ان الذي فرض عليك القرآن لردك الى معاد، تقولها 3 مرات ربنا هيسلمك من كل سوء. سوء يا اخويا سوء. مساء الخير يا خالة فهيمة. مساء النور. مين؟ أنت مش فاكراني يا خالة فهيمة؟ أنا نعمت. نعمت؟ نعمت مين؟ نعمت بنت جرانكو الله يرحمهم بقى، زينب وعبد الكريم عبد الصمد. أيوه أيوه أيوه. إزيك يا بنتي؟ ما تاخدنيش العتب على النظر. خش يا بنتي. إزيك يا خالة فهيمة؟ تسلمي. إزي حالك؟ الحمد لله. إزيك يا عم مصطفى؟ إزي الحال؟ إزي حالك؟ الحمد لله. انت مش فاكرني؟ مش فاكرك ازاي؟ ازيك يا نعمة؟ تسلم. ده انت بنت الراجل الطيب الشيخ عبد الكريم الله يرحمه. اتفضلي يا بنت. اتفضلي. ما تاخذونيش انا جايلكوا كده في وقت متأخر. ايه ده البيت بيتك يا بنتي. اهلا وسهلا. نورتي يا بنتي. تسلمي. اهلا وسهلا. اهلا بك. نجيب عشاء؟ لا ابدا، انا اتعشيت. اهلا وسهلا. بقول لك ايه يا عم مصطفى؟ ايوه يا بنتي. انا قصدك في شغل. شغل؟ ايوه عايزه اشتغل. تشتغلي ايه يا بنتي؟ اي حاجه يا عم مصطفى. انت مش كنت قاعده مع اختك يا بنتي؟ ايوه. هو حصل حاجه بيناتكم؟ لا. قلت ايه يا عم مصطفى؟ حاضر يا بنتي. بقيت الليلة والصباح رباح وربنا يفرجها. تسلم. أجيب لك بطانية. هتاخدي 15 ساق في اليوم. اتوصى بيها يا سي فتحي. دي غالية علينا قوي. أنا هعمل كل جهدي. تعيش. تعرفي تقطفي عنب؟ أعرف
يعمل كل حاجة. المزرعة مزرعة راجل طيب وأمين. وهي كمان طيبة وبنت حلال. طب يلا روحوا خدي لك مشانة واشتغلي معاها. على طول صوال. يلا بنت توهي. يلا مش عايزة حاجة يا نعمة. سلامتك كتر خيرك إن شاء الله يخليك يا رب، مش هنسالة جميلك أبدا يا عم مصطفى. على إيه يا بنتي إحنا عملنا حاجة؟ تعيش يا عم مصطفى ربنا يخليك يا رب. على بيا عين العين على بيا طبعا عارفه ان انا هنا الكل في الكل، يعني اي حاجه تعمليها لازم بمشغول تاني. حبات هنا مع البنات المزرعه زي ما اتفقت مع عم مصطفى. ايوه والنبي يا فتحي افندي، اصل انا مشواري طويل قوي. يلا خدي. قولي لي يا اختي، انت من حدانه ولا من بعيد؟ اني لا من ناحيتي. ما تاكليش؟ انا باكل اهو. خدي. قولي عندك عيال؟ تسعة. تسعة؟ وجوز؟ انا مش متجوزة. يا لهوي. لا دول عيال اختي، يبقوا زي عيالي برضه. ايوه يا اختي صح. هقول لك ايه، ما احنا كلنا بنشقى عليهم. بقول لك ايه يا اختي؟ نعم. ما لقيش معاكي كده هدمه احطها عليا لغايه ما اغسل جلابيتي. يا اختي عينيا، ده انا قلعلك اللي عليا. خدي خدي غزي نفسك خدي. تسلم. وانت ولا اولاد يلا عندنا كمان دهون شوي. يلا خلصوا. والنظف وش العلب، والنظف وش العلب. يلا بنتي توهية اعملوا لكم همه شويه، البيه وصل. والبيه يوصل العزبه من هنا، وانت فتحي زود العيار من هنا. ده بيقولوا على البيت راجل طيب قوي. ايوه الحمد لله اني مش هقول عزبتي. يا هنا ازاي؟ ده راجل كبير قوي في مصر. هما يعني؟ لا يا هبلي، دول من بتوع الاشغال والهندسه والحاجات العلاوي قوي قوي قوي. ربنا يديله ويهد فتحي. خد يا بنت حط شويه سكر خليني اروق دمي يا شيخه. مش مبخره. الله 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 ده حرام. يا نهار ابوك اسود، ايه اللي بتحببيه ده؟ غصب عني يا سي فتحي. غصب عنك ده ايه؟ ده مالنا؟ ما انا بلم اهو. بتلمي ايه؟ ده انت حروستيه ودهوستيه. قومي قومي هزي مخصوم لك ثلاث ايام. ثلاث ايام ايه؟ هو انا بشتغل عندك ثلاث ايام اما تقسم ثلاث ايام؟ انت بترد عليها ولا ايه يا زفه؟ هي كلمه مخصوم منك ثلاث ايام يعني ثلاث ايام؟ يلا قومي اتفضلي. هو قال الفطيرة دي؟ يعني انا بكلم مين؟ مدير المديريه؟ يا سي مسوخ انت بترد عليها بيه؟ قومي هي كلمه والله ما انت قاعد. يلا اتفضلي امشي مع السلامه. يا فتحي انت غصب عني. مفيش حاجه اسمها غصب عني. وانت يلا بتشوف شغلك. يلا يلا وشوف شغلك. يلا 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 مع السلامه. دهني خبتك التقيله يا نعمه. هتروحي فين يا نعمه؟ يا خبتك يا خبتك يا نعمه. يا بختك المهبب يا نعمه. هتروحي فين يا نعمه؟ بتعيطي ليه؟ سيبني في حالي وهدبك يا اخويا. في ايه بس؟ ما ترفع حالك وسيبني في الخيمه اللي انا فيها. كرشني كرشني. انت بتشتغلي هنا؟ الله ولا رجلي تتزعلق في الطينه. الله ولا يقعوا مني عن ودن عينك. في اللقوة منك يا فتحي يا فوكي، في اللقوة منك. طب تعالى يا شاطر. رفع حالك وحياة ابوك الشاطر. امال عايزين اقول لك ايه يا حاجه؟ ولا تقول لي ولا اقول لك يا خينة. وايه يا خينة دي؟ امال هقول لك ايه يا عباشي؟ لا تقولي لي ولا اقول لك، انا كنت هرجعك شغلك انت اللي مش عايزه. يا فندي يا فندي يا فندي. ايه عايزه ايه؟ ليه الكلام على فتح فندي الفكهي صحيح؟ تعالي معايا. فتحي فتحي. اهلا يا محمود بيه. يا حريصي حقك عليا يا بيه. يا النبي يا بيه ما كنت اعرف انك الباه يا بيه. انت مشيت البنت دي ليه يا فتحي؟ قلبت العنب يا بيه وطولت لسانها عليا. وانا كان بايدي يا فتحي افندي. حياة النبي يا بيه بشتغل بايديا واسناني. حياة النبي يا بيه لو اطول اشتغل ليل مع نهار لا اشتغل يا بيه. بس 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 بس
رجعها فتحي، دي باين عليها بنت غلبانه. يا بيه يا بيه، انت بتعارضني بترد عليا، هتبوظ شخصيتي قدام البنات. انت هتعمل عقلك بعقلها، خلاص رجعها يلا. الهي خليك يا بيه، الهي كتر رزقك يا رب، الهي ما يفرح عدو فيك يا رب. تدي محمود بيه حبايه من الحبوب دي كل اربع ساعات؟ ايوه يا بيه. بتفهمي بالساعه؟ ايوه يا بيه. طب ما تنسيش. حاضر يا بيه. خلي بالك يا نعمه. دفعناه يا فتحي افندي. وازاي الباه دلوقتي يا نعمة؟ بخير، بقى عال قوي الحمد لله. تستاهل الحمد. قلت ايه بقى ارجع لي شغلي، مفيش داعي افضل قاعدة فوق كده على طول من غير لازمة. احسن يا اختي. ايه يا محمود؟ خير يا حبيبي؟ خطتنا محمود بيجي. اهلا 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 يا عمي، اهلا وسهلا. الحمد لله على سلامتك يا عمي. اهلا يا كريم. اهلا وسهلا. خير؟ لا خير بسيطه والحمد لله، ربنا ستر. الحمد لله. اهلا وسهلا. الحمد لله، دي فرصه ان احنا نشوفكم وتيجوا تقضوا معانا يوم جميل هنا. اهلا وسهلا، اتفضلوا يا فتحي. ايوه يا سعد بيه. خليهم يحضروا غدا للضيوف. حاضر يا بيه. اسمع يا فتحي. ايه؟ خلي البنت بتاعت تطلع تساعد نجيب. البنت بتاعت ايه يا بيه؟ البنت اللي ربطت لي دراعي. ايوه نعم يا بيه. اتفضل يا عمي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انت عارف عمتك اتخضت عليك بشكل مش معقول. اول كريم ما كلمني سبت الدنيا وسبت عمتك وجيت عشان اطمن عليك. اهلا وسهلا. اهلا يا حبيبي. اهلا. راب لحمه تجنن. كله من خير محمود بيه. اتفضل يا بيه، حلوه وشوفي. برافو عليك يا نعمه، تسلم ايديك. تسلم يا بيه، ربنا يزيدك من نعيمه يا رب. اتفضل يا عم. اظن هتنزل مصر معانا محمود بيه. سيد محمود يستريح له يوم يا كريم. احنا يهمنا صحته. بس ما تنساش يوم الاربعاء.
لازم تروح المحكمة عشان تحضر الجلسة مع المحامي. اطمن يا كريم، أنا فاكر. يوم واحد ما ينفعناش يا عمي، لازم الزيارة دي تتكرر في أقرب وقت. إن شاء الله. إن شاء الله. أنا أشرف. الله يخليك. هبلغ عمتك سلامك وهطمنها عليك كمان. طريق السلامة، متشكر أوي. ألف سلامة. خلي بالك من المكتب. اطمن يا محمود بيه. بس ما تنساش يوم الأربعاء. إن شاء الله فاكر. فين يا نعمة؟ نازلة المزرعة يا بيه. انت خلاص مش هتشتغلي في المزرعة. ليه يا بيه؟ كفى الله الشر. انت هتيجي هنا في الفيلا مع نجية. عامل لك ايه؟ طلعت شاطرة؟ تطبخي كويس؟ النبي صحيح يا شيخ، أكلي عجبك. أمال أنا عايزك هنا في الفيلا ليه؟ طب بس إيه؟ قول لي فتحي فندي أحسن بيزعق. إيه فتحي ده؟ فتحي ده بيشتغل عندي. برضه قول له. يستحسن برضه تقول. ها روح اعملي قهوه يا نعمة. حاضر يا بنت. امال فين البنت نعمة يا فايزة؟ نعمة؟ لا انتوا ما نريتوش. ايه؟ لا انتوا ما عرفتوش. ايه؟ عقبال امالتكم من سعادة البي امر انها تقعد فوق على طول. على طول؟ ايوه يا اختي على طول. يا بختها استريحت من شغل الغيط وقرفه. هي استريحت وبس، ده بكره تاكل المحمر والمشمر. هي طفصة همها على بطنها. اوعي عنك، اوعي، ده احنا هنقعد للظهر كده. ايه ده؟ ايه اللي انتوا عاملينه؟ ايه ده؟ ايه الكركبه اللي انتوا عاملينها دي؟ ساعة زمن يا بهو كل شيء هيبقى زي الفل. اصل البيت كانت ريحته وحشه ومكمكمه، قلت انضفه كده عشان لما تيجي روحك ترد فيه. طب انا حطر فين؟ في الفرندا يا بهو، اتفضل. حضرت لك كل حاجه، اوعي تتزحلق. اتفضل يا بهو. ايه ده كله؟ وماله يا بيه؟ وماله؟ عشان تتقوى. الجرح يحب الاكل. اجيب لكش شويه قشطه كمان؟ لا لا لا، ده كده كفايه قوي. يا بيه كل كل الخير ربنا كتير. بس انا ايه بقى؟ هشيل الاطباق دي فاضيه. اتفضل يا بيه، كوبايه ليمون. طيب يا ست متشكر. بس اعملها لك بدل الشاي، دي تروق دمك، انما التاني يسهرك. انت منين يا نعمة؟ انا من الريف يا بيه. ما انا عارف انك من الريف. من فين في الريف يعني؟ بلدنا يعني. اي سنهوس. سنهوس، باين عليكي متنوره يا نعمة. تسلم يا بيه. تعرفي تقري وتكتبي؟ امال انا اصلي رحت الكتاب بقى وحفظت القران. اصل ابويا ايه بقى، كان فاكر اني هكون حاجه كبيره قوي، كان نفسه اني اكمل علامي، لكن بقى اهو ربنا يرحمه يا رب. وعايشة مع مين يا نعمة؟ مع أهلي يا بيه، مع أختي وجوز أختي وعيال أختي. عندها كم عيل أختي دي؟ تسعة يا بيه. تسعة؟ أيوه. ده كتير تسعة. عشان كده اضطريتي تشتغلي؟ لا يا بيه، أنا جوز أختي بيصرف على بيته وقايم بالواجب كله. بتشتغلي إيه يعني، مزارع؟ لا يا بيه، موظف في السكة الحديد، بيمشي قطورات البلد كلها. راجل طيب وتمام دغري، من بيته لشغله ومن شغله لبيته يا بيه. كويس. ويحب اختي قوي، هي كمان تحبه، شايلاه على رموش عينيها. يا سلام. دايما دايما يقول لها يا امير يا ست القمر. كويس. توشتك يا بيه. لا لا لا، ولا توشتي ولا حاجه. تعالى يا نعمه، تعالى تعالى اقعد اتفرج على التلفزيون. تسلم يا بيه. اقعد. هي نعمه وعامله ايه مع البيه؟ راجل طيب وابن حلال، ربنا يخليك يا رب. ايوه، كل البنات حاسديني. حاسديني على ايه؟ انا عارفه. قصدك على الاكل يعني؟ هي الحكايه حكايه اكل يا اختي. امال هتكون حكايه ايه؟ يعني مش عارفه؟ وهعرف منين بقى؟ بصراحه يعني كده، بصراحه بيقولوا ان البه مستلطفك. ايه؟ بتقولي ايه؟ مستلطفني؟ ايه اللي بتقول ايه ده؟ هو انا اللي بقول يا اختي، هم اللي بيقولوا. هم مين دول اللي بيقولوا؟ ما تتكلمي. ما تلبشتني يا نعمه. اتكلمي يا فايزه، عيب كده. بصراحه يعني كده، بصراحه بيقولوا ان البيه فرحان بيك قوي. وماله لما يفرح بي؟ شايفه له بيت ومريحاه اليومين اللي قاعد هنا، فيها ايه دي؟ بصراحه بيقولوا ان الحكايه مش حكايه خدمه، الحكايه ان البيه باصص لك بصه ثانيه. طب اكتمي يعني. اكتمي بقى، وعيب كده. ناقصني انا كلامكم. هو انا كلام. ما تتكلمي
خير. ايه مالك؟ لا ابدا ما فيش. ما فيش ازاي؟ قلت لحضرتك ما فيش. حضرت الفطار؟ هحضره لحضرتك. بس بعد اذنك، بعد ما تخلص فطار هلم هدمتين وانزل المزرعه. يعني ايه مش فاهم؟ يعني اروح اشتغل مع زمايلي في قطف العين. طب وليه تبرمطي نفسك كده؟ مش هنا احسن؟ لا مش احسن. مش احسن؟ ايه اللي جرى فاهمين؟ مفيش. بس بقى قعدي في البيت ده جايب لي الكلام. وانا لازم احافظ على كرامتي. انت تحافظي على كرامتك بانك ما تعمليش الغلط، مش تخافي من كلام الناس. ما هي بقى احنا عندنا في الفلاحين يقولوا لك الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح. كلام فارغ. انا بقى الباب اللي يجيني منه الريح افتحه واقف قصاده. ويقدر اقف قصاد الريح يا تقضي عليا. ايوه يا بيه، بس الكلام ده عشان حضرتك يعني يا بيه راجل. انما انا واحده اي حاجه هتجرحني. انت شفت مني حاجه وحشه؟ حقيقه ربنا لا. الناس كده ولا كده متكلمين؟ مش جايز بعد ما تنزلي من هنا يقولوا بعد ما زهق منها سابها. يا لهوي. انت تقفي قصادهم بالصح اللي بتعمليه، وشويه شويه كل حي هيحط لسانه في بقه ويسكت. يلا روحي روحي حضر الفطار عشان ننزل مصر. حاضر يا بيه. عايزة حاجة من مصر يا نعمة؟ عايزة سلامتك يا باشا. ايوه يا محمود بيه، كنت عايز اقول لك على حاجة مهمة قبل ما تسافر مصر. ايه يا فتح؟ النهاردة ليه معاك كسام وكسام؟ الراجل بتاع شبرا هيجي يستلم العلم ويحمله النهاردة. انا عارف، بس مضطر انزل مصر. يا بيه ده الراجل ده غلس قوي. طب بعدين؟ يعني ما حدش هيقدر عليها الا انت يا بيه. عندي قضية مهمة مرفوعة ضدي لازم احضرها بنفسي. اتفضل سافر انت يا بيه، انا سلم. وانت هتعرفي يا نعمة؟ إذا كنت أنا فتحي الفكهة وما عرفتيش انت هتعرفي. أنا هعرف يا بيه هسلم. خلاص يا فتح. خلي نعمة تتصرف. يا بيه ده الراجل ده صعب قوي يا بيه. هي كلمة واحدة، خلي نعمة تتصرف. يا بيه بس أنا هقول لك إيه، افهمني. ده ما حدش يقدر على الراجل ده إلا أنت يا بيه. مع السلامة يا بيه. تجي لنا بالسلامة إن شاء الله. مع السلامة يا سعادة البيه. الله عيشنا، شفنا البنات الزهورات هيسلموا المحصول. عجبي. بتقول إيه يا فتحي يا فكهي؟ لا، ما بقولش حاجة. أباح. يلا اعملوا لكم همه شويه، عايزين نخلص تحميل قبل الظهريه. يلا يا بنتي توهي. شفت؟ ايوه يا معلم. اهدى. ايه في ايه؟ الحلب دي مش زي بعض. ازاي يا معلم؟ يعني في اقفاص نمره واحد واقفاص نمره اثنين. العنب كله زي بعضيها يا معلم. العنب ده مش هتبع الثمن اللي اتفقنا عليه. كرايه يا معلم، ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ بقى ده اتفاقنا. القفص نمره واحد اخده باربعه ساغ ونص، ونمرة اتنين بتلاتة بس. لا بقى، القفصة هي هي والعنب هو هو، وإن كان في حاجة كده ولا كده إيه علينا وعليك بقى على البيع والشاري. أنت هتخترعي لنا اختراعات؟ لا. وأنت إيه دخلك في الموضوع ده؟ إلا دخلي، صاحب المال قال لي أنا خلي بالي على كل حاجة. كده؟ أيوه كده. طب مش هشتري العنب وبقش معقوبه بقى. اهدي يا نعم، أنت هتخربي بيتنا. اسكت انت. اسمع يا معلم، إحنا مفيش حاجة عندنا هتبوظ. ألف واحد وواحد يتمنى ياخد العنب بتاعنا، إذا ما كنتش ناوي تحمله أنا هحمله على عربيات وأنزل أبيعه في سوق الجملة. كده هو؟ أيوة كده هو. يا بنات نزلوا العنب، نزلوا الأقفاص من العربيات. يلا بقى كده العنب هينزل من على العربيات. أيوة، وبرة تانية ما تجيش تشتري من عندنا. يلا بسرعة يا بنات. الله الله، يلا يلا الحكاية فيها سر. يلا يا بنتي. هو سعدون اللي كان شريكي جه هنا ولا إيه؟ مش هقول. يلا بسرعه. استنوا يا بنات. يستنوا ليه بقى؟ نتفاهم. مفيش تفاهم، تدفع أربعة ونص تاخده، ما تدفعش ألف من يشيل. هدفع يا اختي، انا ما اتكلش اوانطة. هدفع يا اختي. ادفع الاول. اذا كنت اعرف هم جابوكي منين. الو. ايوه يا بيه. ايوه انا نعمة. ياه، مش معقول. انا ما كنتش فاكرك شاطره للدرجه دي. ايوه بس ده فرق كبير في السعر يا نعمه. شاطره يا نعمه. طب اديني فتحي. حاضر يا بيه، هو هنا. حاضر حاضر يا بيه. تسمع كمين الاولاد محمود. تصور يا كريم بنت بسيطه زي دي تطلع اوعى من كل اللي بيشتغلوا عندي. ايوه يا سعاده بيه.
ايوه فتحي اسمع، ادي نعمة 20 جنيه مكافأة. نعم؟ اديها 20 جنيه مكافأة؟ ليه؟ هي كانت عاملة ايه يعني؟ يا باه انا مش عايزة حاجة تسلم، ده انت خيرك سابق يا سعادة الباه. انا لما اقول حاجة تتنفذ. خد القرشين دول واشتري لك بيهم جلابيتين ولا حاجة. ما هو حاضر يا باه، حاضر يا باه. ايوه بيه، حاضر حاضر يا بيه، حاضر. دي فلوس. فلوس منين؟ استنى، من نعمت. نعمت؟ وبتسلم عليكم واحد واحد. ايه؟ وما قالتش هي فين؟ مش كاتبه العنوان، وهتبعت فلوس كمان. والله فيك الخير يا نعمة. هات الفلوس يا ولية. فلوس ايه يا اخوي؟ دي فلوسي وفلوس عيال. بقولك هات الفلوس. اوعى كده اختيش على دمك، مش كفايه القرشين اللي خدتهم من المعلم بطاوي وصرفتهم على السم الهاري اللي عمال تقربعه؟ لم لسانك جوا بوقك وهات الفلوس. ايه والله لما تشوف حلبه ودنك ما انت شامم لهم ريحه. بعد ما اتخانقوا كده روحوا شوفوا خالتي نعمت فين. عندك حق يا واد. طب وهنعرف منين ما دام مش كاتب العنوان؟ ايوه هنعرف منين؟ من ختم البوسته. شوف كده. مش باين. طب وبعدين؟ ده يفتكر المعلم بطاوي ان احنا عارفين طريق سكتها ومخبيين عليه. يا لهوي، ده كان يضرب الدنيا على دماغتنا. اسمع يا واد منك لو حسك عينك، حد فيكم يجيب سيره الجواب ده؟ فاهمين؟ اعمل لك همه شويه، البيت زمانه جاي. انا بشتغل بايديا واستني اهو يا سيد. انا مش فاهم لازمته ايه اللي بتعملي ده؟ انت خدت اذن من البيت. مالكش دعوه. انا ماليش دعوه، ده البيت ما بيجي حالي في الدنيا عليك بتعملي ده. سلام. ايه ده؟ في حد هيتجوز ولا ايه؟ لا يا بيه، دي البت نعمة يا بيه، قلبت عليها وطيها وطيها عليها. ازيك يا نعمة؟ الحمد لله على السلامة يا سعادة الباه. ازيك يا ايه؟ الله يسعدك يا سعادة الباه، زي الصحة وزي ايدك كده. لا كويس الحمد لله، عال خلاص. الحمد لله نحمد ربنا. ايه اللي انت عاملينه بره؟ انا حاجة يا بيه، انا لقيت القطن كده مكلكع يعني، وجبت الراجل يضربه خطتين، قلت عشان لما تيجي تنام مرتاح. ايوه بس يا نوبي تستأذني البيه الأول. خلص، هي برافو عليها انها اتصرفت كويس. تسلم يا باه. لفتحي. نعم. اعمل معروف وانت داخل ابقى نضف رجليك بره قبل ما تخش. حاضر يا استنان. انا اخش بس بنلف. الحل ايه يا نعمه؟ انا فاضي. يلا احنا موجودين ومزرعتنا مزرعه فاكهه، يعني مش هتكلفنا حاجه وكله بفايده. والمكان يا باه مكان الفراخ، وحياه النبي انا شايفاهم بعينيا دول في المزرعه اللي جنبنا، يحطوا البيت من ناحيه يطلع فراخ من الناحيه الثانيه. فراخ مشويه لازم. يا باه انا بكلمك جد يا باه، وحياه النبي تجيبه لنا، ده يشغل ناس كتير قوي، الغلابه كتير قوي هنا يا باه، وبيكسب، وحياه النبي بيكسب ويملى الحته الشرقيه اللي هناك دي بدل ما هي فاضيه كده. فكره نعم. ابعد عننا العين الوحشه يا رب، يا رب اجعل في عيونهم الخير وعلى ايديهم الخير يا رب، ويتعمك يا محمود به يا ابن حواء وادم. الله يا كريم. يا بيه ما بقيناش ملاحقين على طلبات الفراخ، اخر طلبيه نقدر نوفيها بعد سنتين. صلي على النبي بقى يا فتحي. عليه الصلاه والسلام. في واحد مره طالب ديوك رومي، نديله؟ هديله طبعا. طيب اروح اربطه بعربون انا. شفت يا نعمه؟ من يوم ما انت جيتي وانا امسك التراب يتحول لذهب. يا بيه صلي على النبي، ما يحسد المال غير اصحاب. لا انا مش حسيبك، انا قررت اخدك معايا مصر. مصر؟ وانا قد مصر يا بيه. ايه رايك؟
شايف بقى دوشة. امال الناس كتير كده؟ دول مش كتير، دول بالملايين. الله يكون في عون الخبازين والعجالين، بيلحقوا عليهم ازاي دول؟ الفلاحين في بلدنا بس اللي بيخلفوا كتير، هنا بيخلفوا اكتر. ايه تابتي؟ لا بس صعبان عليا يا بيه المزرعه، اديني كنت بخلي بالي منها وحضرتك غاية. معلش، يومين في المزرعه ويومين في مصر، وبكره تحبي مصر. ما افتكرش يا بيه. حتى وانا فيها؟ وانت فيها حاجة تانية سعادة البيت. الحمد لله على السلامة سعادة البيت. الله يسلمك يا عبد. افتح افتح. تعالى يا جماعة. هتسأل عليا؟ الأستاذ كريم سأل على حضرتك. طب الحق البواب طلع مع الشرطة. حاضر يا بيه. تعالى تعالى اوريك دي اوضتك. عجبكي يا بيه ده ولا الحلم؟ لو حسيت انك عايز اي حاجه بيقولي لي، انا هطلع غير هدوم. سلامه يا بيه. والله عشت يا نعمه. مين؟ محمود بيه موجود. حضرتك مين؟ مش انت البنت بتاع المزرعه؟ ايوه. نقول له مين؟ ايه الغباوه دي؟ اوعى كده يا بيه. بس هقول له. ايه في يا كريم؟ حضرتها منعتني من الدخول. مش عارفاك يا اخي. ابدا عارفاني كويس. مش شفتني في العزبه؟ تقوم تجرحها بالشكل ده؟ يا بيه معلش. اسكت انت يا نعم. اتفضل يا سيدي. انا هكون في المكتب بعد نص ساعه. ولا عمته واحنا مالنا؟ مين؟ نهى؟ الحمد لله على السلامة. بقى ده معقول؟ انتوا جيتوا امتى؟ وازاي بابا وماما؟ ادوني اكلمهم. اهلا يا حامد بيه. الحمد لله على السلامة. مش كنتوا تدوني خبر عشان اطلع لكم المطار؟ بقى ده معقول؟ لا انا جاي لكم حالا. مع السلامة. اهلا 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 يا حبيبي. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. نورت مصر علينا. اهلا اهلا. ازيك يا نور؟ اهلا. رحله كانت تجنن، ناقصات كانت يا محمود. يا ستي الايام بينا كتير. اما جبنا لك شويه حاجات من اوروبا هايله، مش كده يا نهى؟ لا ما انا عارف ذوقك طبعا. اتفضل يا ايه. اتفضل اتفضل اتفضل.
انا بقى يا سيدي هديتي لك تاخدها مني يوم الحد ان شاء الله. ولا ايه رايك؟ اللي تشوف يا عم. يلا يا نعمه تشهلي. هي بيشة كده جه. عايزك النهارده تدعي لي يا نعمه. ربنا يغنيك يا رب يا بيه ويعلي مراتبك. تعرف انا رايح فين النهارده؟ لا. رايح اخده. رايح فين يا بيه؟ رايح اخده. ايه مالك؟ لا اصلها مفاجأة. مفاجأة هي فعلا مفاجأة. كانوا مسافرين بره ورجعوا وباباها حدد يوم قلت يلا خير البر عاجله. مبارك يا بيه. الله يبارك فيك يا نعمة. ربنا يهنيك يا رب. شكرا. ربنا يهنيك ويسعدك. بنت لطيفة وكويسة من عيلة محترمة. بس يا ستي اديني حكيت لك الحكاية من طقطق للسلام عليكم. مبارك يا بيه. ربنا يهنيك يا رب. صباح الخير يا نعمة. انت من اهل تهديك. أنا ومهمومة كده ليه؟ هو الإنسان طمع كده ليه؟ هو أنا كنت بحلم باللي أنا فيه ده؟ الراجل أكرمني وريحني عايزة إيه تاني؟ يمكن أكون زعلانة عشان ست هتدخل البيت. طب وماله؟ ما هو من حقه يتجوز ويتهنى بحياته. يا رب شيل عني وريح قلبي. يا رب ماليش غيرك. أنت يا بنت مش من حقك حتى تحلمي. ناسية نفسك. عايزة ايه اكتر من كده؟ ريحني يا رب. يا رب ريحني وقدرني اني اخدمه واخدمها يا رب. ايه نمت؟ ايه ده؟ انت لسه صاحي لحد دلوقتي؟ مش جايلي نوم قلت اروق. تروقي ايه دلوقتي؟ الحفلة كانت حلوة يا بيه. أوي. والعروسة يا بيه. العروسة كانت زي القمر. خد يا نعمة. الهدية دي كانوا بيوزعوها في الحفلة. تسلم يا بيه. العروسة كانت حلوة يا بيه. الله ما قلت لك كانت زي القمر وبعدين معاك يا نعمة. أنا عايزاكم من بكرة تستعجلوا مهندس الديكور يخلص لكم الشقة بسرعة. عايزين نفرح بيكوا بقى. ان شاء الله. والله انا شايف ان ديكور البيت حلو قوي يعني مش محتاج تغيير. عشان هو لايقين لبعض. عروسه حلوه متعلمه بنت عيله وناس طيبين. يا هناك محمود بيه هتعشى احسن راجل. لازم انت بنت حلال وامك ده عيالي. ضروري تستاهلي الخير عشان ربنا وقعك في راجل زي ده. معاكم ان شاء الله. اتفضلوا اتفضلوا ناخد القهوه يا اوعى تنسى قهوتي زياده. زياده مظبوط وانا قهوتي مظبوطه. ان شاء الله. نعمل نعمل. اي سرحانه في ايه نعمل؟ لا ولا حاجه يا بيه. طب وحياتك اعملي لنا قهوه وهاتيها لنا بسرعه في الصالون. اتنين مظبوط واتنين سكر زياده. حاضر. بسرعه. شايفة المنظر من هنا جميل ازاي يا نور؟ يجنن. القهوة يا فندم. القهوة يا سعادة البيت. اهي نعمة اللي كلمتك عنها قبل كده يا نور. اهلا يا نعمة. اهلا بيك يا ست هانم. اتفضل. نورتي بيتك. تعالي بقى اما افرجك على البراندة التانية هتنبسطي منها اكتر. تعالي. المرة دي مش محسوبة يا حميد بيه. يا سيدي بكره هتزهق مننا. لا معقوله؟ اوعى تنسى يا محمود الغدا بكره عندنا. بلاش بكره عشان انا اتفقت مع نهى انها بكره ان شاء الله تتفرج على العزبه. كده؟ هتعجبك قوي يا نهى. الاولاد بيتفقوا من ورا. اهلا وسهلا. ريت الشرف. الف سلامه يا حبيبي. عروسه البيه حلوه قوي. حلوه. هيقعدوا كتير في العزبه؟ هننزل كلنا النهارده بعد الظهر. يا حلاوه يا حلاوه.
اهي دي العروسه اللي طول وعرض حمر وحلاوه. ربنا يخليكوا يا فرخه. يا حسني انا عندي عيال. ربنا يخليك، ده انا عيانه، ده انا عندي اولاد. قلت لك ما عندناش شغل، ما عندناش شغل، ويوميتك مش محسوبه، وتفضلي يلا مع السلامه. ترى ايه قاعد بتخانق في الولايه ليه؟ فيها ايه؟ عاوز يكرشني عشان بقالي خمس ايام عيانه. تكرشها يعني ايه؟ هو انتوا كده تاخدوا الناس لحمه وترميهم عظم؟ هو ايه الحكايه؟ حاجة غريبة أوي، واحدة ما جاتش الشغل بقالها خمس أيام، أعمل لها إيه يعني؟ بتقول لك عيانة، حرام تبقى عيانة. حرام؟ العيان يقعد في بيته. لو قادرة تقعد في بيتها ما كانتش قعدت في الهم اللي إحنا قاعدين فيه هنا، وحياة النبي لو طلعت أنا ماشية من هنا. اسمعي يا نعمة، ما أقول لك حاجة، شوف أنا عايز أقول لك حاجة، ده مال ناس وأنا بحافظ عليه. أنا عارفة إنه مال ناس، ما هي بتدي دمها وطالع زينها في المزرعة دي، بقالها بتعمل كل حاجة. اسمع، وحياة النبي بقول لك لو طلعت أنا ماشية. اسمعي يا نعمة، أنت بتتككي ولا بتتككي؟ حد نفسك على طرف، ثم مش عاجبك كلامي نروح للبيه نقول له، واللي يكون يكون. نروح له، نروح له، وان شاء الله تيجي على طلوع يا احسن. ايه؟ الله عندها حق. 100 مره قلت لك قبل كده اي حاجه تقولها نعمه كلامها يمشي على طول، فاهم ولا لا؟ فاهم يا بيه. وخلي نبويه تستريح، يعني ما تجيش بكره، وتصرف لها يوميتها بالكامل لحد ما تخف تبقى ترجع على مهلها. ربنا يكبر بخاطرك ويكفيك شر العي. العفو يا نبويه. ارتاح انت يا نبوي، مع السلامه. اتفضل يا فتحي. تؤمر بحاجه حضرتك يا بيه؟ وحياتك يا نعمه، تحضري لنا الغدا عشان ننزل مصر بسرعه. انت فعلا نعمه مهمه قوي. شفت بتتصرف بحكمه ازاي؟ عاليه ناضجه جدا رغم انها انسانه بسيطه. انت متحمس لها قوي عشان كده في مصر معاك، وحتى لما بتيجي العزبه بتجيبها معاك. يعني ايه رايك بالاكل يا نو؟ اي حاجة بتعملها نعمة بيبقى لها طعم خاص، لما هتعرفيها اكتر هتنبسط منها قوي. اصل ازمة الخدامين اليومين دول. لا يا لا يا نهى، لا نعمة مش خدامة، نعمة حاجة تانية خالص. بكرة لما تيجي البيت هتريحك قوي، تقدري تعتمدي عليها في كل كبيرة وصغيرة وانت مطمنة، عشان انت تتفرغيلي ولا ايه؟ كلام معقول، بس مش ملاحظ ان احنا بنتكلم عليها اكتر من اللازم. صحيح اللي اختشوا ماتوا، قليلة الادب. بكره من بدري حاجه اوضب الشقه زي ما اتفقنا. حضرتك يا معلم تشيل الكنب ده كله توديه هناك، خلي تشيل البلكونه، وعاوزه المكان ده كله فاضي. حاضر استاذ. هو شكله كان حلو كده. مالكيش دعوه انت، روحي شيلي معاه. وبعد ما تخلصي نظفي لي كل الترابيزات دي. الو؟ ايوه يا محمود، برتب في الشقه. اوكي زي ما اتفقنا، نتقابل بالليل. باي باي. محمود. نعم. انا شايفه ان البنت دي مزودها شويه. بنت مين؟ اللي اسمها نعمه. مزودها في ايه؟ لحظه ان مديه لنفسها اهميه اكتر من اللازم، وانها مهمه جدا في حياتك. نهى انت انسانه متعلمه، و مش عايزك تدي الموضوع اكبر من حجمه. وايه حجمه بقى بالظبط؟ يعني دي انسانه بتأدي عملها باخلاص، المساله دي بقت نادره الايام دي. يعني ما لهاش اهميه عندك اكتر من كده؟ اطلاقا. ده جميل جدا، ده هايل. حضرتي البدله الكحلي يا نعمه؟ ايوه يا سعاده البي، وكرافتتها كمان. ايه ده؟ في ايه استهان؟ انا مش قلت لك 100 مره ما بشربش شاي بحليب؟ يا مؤاخذه استهاني، بس ده الشاي بتاع سعاده البي بيشربه بعد الظهر كده. اتفضلي شاي حضرتك اهو. اتفضلي. ما تعرفيش تحطي الفنجان بادب؟ بنت قليله الادب.
كده يا نهار، مش تطولي بالك شويه؟ اطول بالي على ايه؟ هو ده اللي اتفقنا عليه، البنت ما غلطتش. طبعا، ومين هيشهد لها غيرك؟ ايه بس اللي بتقوليه ده؟ اسمع يا محمود، انا فكرت كتير في الموضوع ده، البنت دي لازم تسيب البيت ودلوقتي حالا، يا انا يا هي. يا نهى قلت لك قبل كده ما تحطيش نفسك في مقارنه معاها. انت اللي حطيتني في المقارنه دي، لو كان صحيح مفيش مقارنه كنت على طول ومن غير تفكير تنفذ لي طلبي وتطردها. معقول هتردها من غير ما تعملي ولا تعملي حاجه؟ افرض انه مش معقول، نفذ لي رغبتي وبس. حبيبتي انا مستعد انفذ لك كل رغباتك بس اكون مقتنع. وكل ده وما انتش مقتنع؟ بصراحه لا. محمود انا هبقى مراتك ومن حقي اغير عليك. تغيري عليا من مين؟ من اي حد حتى لو كانت خدامه. نوعها اللي بتطلبيه ده شيء خطير. خطير انك تطردها؟ مش مساله تطردها، معنى طلبك ده ان كل كبيره وصغيره هتواجهنا في الحياه انك هتحطي لي العقده في المنشار وتقولي لي يا كده يا بلاش. الحياه مش هتبقى اتفاق على طول يا نهى، ياما هتقابلنا مشاكل، مش معقول يكون حلك الامور بالشكل ده، يا انفذ لك طلبك يا كل واحد يروح لحاله. انا عايز اسمع كلمه واحده ودلوقتي حالا. يعني برضه بتهدديني؟ ليه بتعتبره تهديد؟ طب سميه انت اي تسميه تانيه. مش هسميه ومش هتنازل عن حقي. وانا اسف مش حاضر انفذ لك طلبك. انا كنت متاكده من كده، عن اذنك. ايوه يا سعاده البيت. ولا بلاش؟ حضرتك مش خارج؟ لا. احضر لحضرتك حاجه للعشاء؟ لا لا لا. بطلت تيجي هنا ليه؟ يكونوا زعلانين زعلة كبيرة، ولا زعلة كبيرة ولا حاجة، دي ماسكة فيه بإيديها وسنانها. مساء الخير. ايه اللي حصل يا محمود؟ يعني حضرتك مش عارف؟ ضروري نوها تكون حكيت لك. فعلا حكيت لي، بس مش كان المفروض تيجي نتفاهم؟ اجي ازاي يا حامد بيه؟ وهقول ايه؟ نوها انهت المساله. على كل حال ممكن كل شيء يصلح. ازاي؟ تعتذر لنوها وتطرد البنت اللي عامله المشاكل دي. ايه اللي بتقوله ده يا حامد بيه؟ ازاي اعتذر لنوها؟ انت عارف البنات والستات بياخدوا على خاطرهم بسرعه، ومبادرة الصلح لازم تيجي من الراجل. أنا كنت متصور إن حضرتك جيت بعد ما أقنعت نهى إنها غلطانة. غلطانة؟ غلطانة إنها بتصلح وضع مش مظبوط؟ هو إيه الوضع اللي مش مظبوط؟ البنت دي اللي اسمها نعمت، وضعها إيه بالظبط؟ وإيه سر تمسكك بيها؟ يا حامد بيه أنا مش هسمح لك إنك تكلمني بالطريقة دي. يا محمود يا ابني اقصر الشر واطرد البنت دي. أطردها وأنا مقتنع إنها ما عملتش حاجة. كل ده وما عملتش حاجة؟ اسمع يا حامد بيه، إذا حضرتك شايف إن موقفي صح أنا تحت أمركم، إذا شايف إني غلط تصرفوا زي ما أنتوا عايزين. يعني بتضحي بيا وبنتي ببساطة كده؟ بالعكس أنا لآخر لحظة متمسك بيكم. أنت بموقفك ده بتقضي على علاقتنا. القهوة يا بيه. بلا قهوة بلا زفت.
ايه يا بيه؟ حصل ايه؟ فسخت خطوبتي. صحيح يا بيه؟ ايوه صحيح. النبي يا بيه ما تزعل، هي اللي خسرانه مش انت. دي لو قعدت طول عمرها ما هتلاقي ضفرك لا هي ولا عيلتها. وعلى ايه كانت وحشه؟ النبي انا ما انا عارفه كان عاجبك فيها ايه؟ كل حاجه كانت فيها صنع يا بيه، حتى الشعر اللي على دماغها يا بيه وحاجات تانيه كمان. من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. النبي يا بيه سيبك سيبك، ده من بختك. اللي حصل ده كله ربنا بيحبك. اشرب يا بيه وروق دمك اشرب. القهوه ابوها زعلان قال وقاعد يزعق فيا. على ايه زعلان؟ مش عايزين بنته بالعافيه. ايه ده يا نعم؟ عامله لي قهوه ساده؟ لا مؤاخذه يا بيه، لا مؤاخذه، كنت عاملاها الحامد بيه. الحامد بيه قال النبي لا اعمل لك القهوه اللي في حياتي ما عملت زيها. عيب يا نعمة تخديشي، انت فرحانة ولا ايه؟ امسكي نفسك شوية بقى. تفرحي المسابقة يعني يخلصك يبقى زعلان؟ ضروري زعلان. على كل حال هي اللي خسرانة مش هو. هي عمرها هتلاقي احسن منه في الدنيا دي، لا هي ولا عيلتها. إنما هو ألف هانم وهانم تتمناه. يا دي المصيبة، ده صحيح. ألف هانم وهانم تتمناه. يلا بقى وحياة أبوك شهر للبيت زمانه جاي. يا ده عم عاش معايا بس نصلك. كله ايه بتعملوا ايه؟ اهو روقت بقى يا بيه ونضفت البيت كده ورجعته زي ما كان. كويس. انا هطلع اغير. هحضر لحضرتك الغدا حالا. نعمة تعال. ايه اللي انت عاملاه في روحك ده؟ ده احنا بقينا على فرانك خالص. يا بيه بتكسفني كده. بذمتك الاكل ده مش اطعم من اكل الدكاكين اللي كنت بتاكل فيها؟ دكاكين؟ انا بروح دكاكين. انا عارفه بقى الحتت اللي كنتوا بتروحوها في الليالي دي. في الليالي؟ الحته دي حلوه، النبي تاكلها. لا بقول لك ايه؟ لا 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 خلاص خلاص نعمل شبع كتير. طب اجيب لك الحلو. انا عامله لك ام علي هتاكل صوابعك وراها. ايوه يا كريم انت في ام علي ومنوال لحد ما بقيت. ربنا يديك الصحه. الو الو ايوه يا فتحي، ازيك يا فتحي يا فكري، وزي المزرعه والفراخ. ايوه البيه هيكلمك اهو. فتحي يا بيه. ايوه فكري، الراجل جاهز؟ طيب انا جاي بكره هخلص المكتب وانزل على المزرعه على طول. طيب مع السلامه. الحمد لله على السلامة يا سعادة البيت. الله يسلمك. الراجل منتظر على نار. أديني يا سيدي جيت لك أهو. اطلع أنت يا نعمة، الحاجات دي معاك. حاضر يا باشا. الله، إزيك يا نعمة؟ تسلم، تسلم يا فتى. يلا بيها الراجل الآن. طيب يلا. يلا ايه اللي انت عاملاه في وشك ده؟ لا اصل كنت قاعده زهقانه قلت اتسلى. تتسلي تقومي تلخبطي وشك بالشكل ده؟ عينه يا بيه. تعالي يا بيه. هشيله انا يا بيه؟ انا هشيله. هشيله بعدين انا يا بيه. شفتي؟ كده احلى مليون مره اللي كنت عاملاه.
ايه ده؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا السبب الحقيقي في فسخ خطوبتي. ايوه انت نعم. ايوه هي دي الحقيقه. فاكره مره قلتي لي الباب اللي يجي لك منه الريح سده واستريح؟ فاكره. فاكره يوميا انا قلت لك ايه؟ فاكره. انا ما انساش حاجه تقولها ابدا يا بيه. قلت لي انك تقف قدام الريح يا تهزمه يا يهدك. النهارده هفتح باب هيدخل منه اعنف ريح ممكن يواجهها انسان في حياته. ربنا ينصرك يا بيه. نعمت انا قررت اتجوز. ما بتفديش ليه؟ حضرتك قلت ايه يا بيه؟ أنا عارف إنها مفاجأة ليك بس ده الحل السليم وعارف إن الظروف والمجتمع والناس هيرفضوا المبدأ ده لكن أنا ما أقدرش أعمل غير كده لأني محتاج لك يا بيه أنا جنبك إذا كان علي أفضل طول العمر جنبك لا يا نعمت لازم علاقتي بيكي تاخد شكل غير ده مش ممكن أفضل البيه اللي بيعطف أنا عايز الإنسان اللي بيحب حبيتك العافية يا بيه نعمة أنا بحبك ومش هقدر أخدع نفسي بس مفيش حد هيوافقك على كده حتى الحيطان هتنطق وتقول لك لا كل ده ما يهمنيش أنا يهمني أنت الإنسانة الوحيدة اللي قدرت تساعدني بكل تصرفاتها أيوة يا بيه بس حضرتك بتبصيلي البصادي غيرك مش هيبصيلي كده هيقولوا شوف البت اللي ضحكت على الباب ولفت عليه واتجوزته وهي حتة خدامة ما تقوليش خدامة نعمة هي دي الحقيقة يا بيه شفت حتى حضرتك اهو زعلت منها لا يا بيه لا ده انا لو هوافقك يعني هحكم عليك بالشقه الشقه اني ما اتجوزكيش يا نعمت يا بيه ارحم نفسك النبي ترحم نفسك ده انت هتكرهني كده انا ما اقدرش ابدا الحكايه دي صعبه عليا ولا صعب ولا حاجه يا نعمت احنا في الاول هنتحمل شويه صدمات لكن بعد كده الامر الواقع هيفرض نفسه نعمت اذا صحيح بتعزيني ما تتردديش احنا الاتنين مع بعض قوة يا بيه انا ضعيفة ده انت بضعفك ده اقوى شخصية عرفتها في حياتي مين؟ نعمت مال ملهاش يا محمود بيه بس انا ما كنتش فاهم المسألة هتوصل للجواز امال كنت فاكر هتوصل لايه؟ انا مش قصدي انما لو هي عاجباك في ألف طريقة انما مش للجواز ايه اللي بتقوله ده كريم؟ انما الناس لما تعرف انك ست بتحارب بيه عشان تتجوز يقولوا اللي يقولوه بكره يغيروا رايهم نعمت تعالي فين ايوه يا بيه الله 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 مش معقول ايه ده كله ما تكلفنيش بقى ما هو كله من ذوقك انت ده احنا حلوينا قوي هحضر لك الغدا يا بيه تعالي كده ايه يا بيبي امال هقول ايه قولي لي يا محمود كده هو حاف زي ما انا بقول لك يا نعمه تقولي لي يا محمود لا الاحترام برضو واجب بيننا حتى لو انا وانت لوحدي لا لا لا, لا. الاحترام له بالبي ولا بالباشا تقولي لي يا محمود زي ما بقول لك يا نعمه ولا تحب اقول لك يا نعمه هانم وتقولي لي يا محمود بيه وده معقول ده برضو مش معقول ليه نعمه هانم لايقه عليك جدا تعيش يا بيه اخ رجعت تاني تقول يا بيه ايه هقول قولي يا محمود
قولي يا محمود. مش طالعة. ليه مش طالعة؟ جربي قولي يا محمود. مش قادرة أقولها. لا ده اسمه كلام. يلا. طب ينفع أقول لك يا أستاذ؟ لا. لا يا أستاذ ولا يا سيد ولا يا أسطى حد. مش هعرف أتكلم كده. وفي حاجة مهمة عايزة أقولها لك. مش قبل ما تقولي يا محمود الأول. طب اسمع يا سي محمود. لا استغني عن يا سيدي. لا مش هقدر. ليه؟ لا خلينا كده وحياة النبي. كده؟ دلوقتي أنا كنت برضو عايزة تعرف شوية عن بقى أختي وجوز أختي و... لا, لا 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 كل ده ترميه ورا ظهرك. أنا يوم ميلادك بالنسبة لي يوم ما شفتك. كل اللي قبل كده أنا ماليش دعوة بيه أبدا أبدا. استغفر الله يا بي. برضو تاني يا بي. مش هعرف أقول غير كده. اقعدي انتي اقعدي هو هيقدملك. اقعدي اتفضلي. ريحته وحشة باين بيطبخوا بسمنة صناعي. اه طب انا عارف ان انتي ما بيعجبكيش اكل الدكاكين. يا اخويا ولا قعدتهم الواحد قال منشي. طب بس دوقي دوقي هتنبسطي منه. اكلي احسن. اه طبعا طبعا. ناجية مش معقول. الحمد لله على السلامة. ايه المفاجأة دي؟ جيتي امتى؟ ما كلمتنيش ليه عشان قابلك في المطار؟ معلش عمي قام بالواجب. اهلا يا عمي. اهلا يا محمود. محمود ايه الخبر اللي سمعته ده؟ هو ده اللي جابك فجأة؟ يا ابني ودي حاجة بسيطة. نعم تعالي اعرفك باختي رجل. الحمد لله على السلامه يا راجل هاني. محمود من فضلك عايزين نقعد لوحدنا. محمود افضل ان انا استاذن. منتظر ان انا هاخدها بالحضن. محمود هي تيليا السنه اللي دخلها في العيله. عيله ايه وخير ايه؟ احنا عملنا نفسنا بنفسنا. لا كنا اولاد بشوات ولا كنا اولاد بهوات. عيله ايه وكلام فارغ ايه؟ كده؟ طب تعالى نقلب الموقف واحط نفسي انا مطرحك. افرض ان انا جيت لك في يوم من الايام وقلت لك اني هتجوز الطباخ اللي عندي. هتوافق؟ لو كان هو الانسان اللي يقدر يساعدك ويوفر لك راحتك طبعا هوافق. راحتي؟ قصدك ايه براحتي دي؟ الفطار والغدا والعشاء؟ لا ده له ناس مخصوصه. انما الجواز حاجه تانية يا محمود. الجواز مشاركه. لازم تختار الانسانه اللي تبقى على مستواك الفكري، تشاركك حياتك، تبقى فخور بيها قدام الناس. انت اللي بتقولي الكلام ده رغم المده الطويله اللي عشتها في اوروبا. رحت ورجعت وافكارك زي ما هي. افكاري تمنع انها شغاله في البيت؟ ما تقوليش شغاله. هي دي الحقيقه. هتهرب منها فين يا محمود؟ يا محمود احنا عايشين في مجتمع والمجتمع ده هو له اصول. المجتمع نظرته اتغيرت. ما اتغيرتش. راجية كلامك ده لا هيقدم ولا هيأخر والجوازة دي هتتم. ده آخر كلام عندك؟ أيوه. يبقى خلاص. والبيت دهوت مش هدخله تاني أبدا. ده بيتك ومطرحك يا ست راجية زي تسيبيه. حلوة قوي ست الراجية دي. طالعة منك طبيعية. راجية. وإذا كنت عايزة تخدميني أكتر اتفضلي اطلعي هاتي لي الشنطة. بس يا راجية. زعلتك الحقيقة؟ اللي يدخل البيت ده لازم يحترم صاحبته واللي مش عاجبه ما يعاتبوش. ما يهمكيش. هقول لك ايه؟ احنا حقنا نأجل موضوعنا شوي. موضوع ايه؟ ما هو بالعربي بقى انا جماعة مصر دول لا هعرف اتفاهم معاهم ولا هعرف اعيش في وسطيهم. انا ما احبكيش تقولي الكلام ده. احنا هنكتب الكتاب بكره. ومن الصبح هسافر لاهلك. اهلاني؟ ايوه. عشان اتعرف بيهم وكمان نجيب معانا كل الاوراق المطلوبه لكتب الكتاب. اوراق ايه؟
ما اروح انا، اروح انا بس امهد للجو شويه كده، اصل ما يعرفوش حاجه. هتمهدي ايه؟ ما فيش حاجه محتاجه لتمهيد. طيب بس ايه؟ طب ايه تاني؟ اروح انا في الاول وبعدين انت تيجي تتعرف عليهم على مهل. ليه بقى؟ معلش بقى خليني اروح انا لوحدي في الاول. طيب ما تتاخريش، بس بكره هنكتب الكتاب. على الله يكون اتعدل حالك يا عبد المجيد يا جوز اختي، وتسترني ما تكسفنيش قدام الراجل، انت وعيالك واختي. خالتي نعمت. احمد علي يا حبيبي. ازيك يا رفاعي؟ ازيك يا خالتي؟ نعمت مين يا واد؟ قول يا خالتي. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا خالتي؟ علي. ازيك يا علي؟ ازيك يا نور عيني؟ شيلوا، يلا شيلوا الحاجات دي على جوه يا اولاد، يلا يلا. خالتي نعمت جت يا اولاد، خالتي نعمت جت. خالتي نعمت جت يا زهرة. اهلك يا هنية. ازيك يا علي يا حبيبي؟ ازيك يا فين؟ ازيك يا خالتي؟ بقول لك ايه يا اخي؟ عايز ايه؟ هي دي خالتي بجد؟ طبعا يا اخي. امال مالها لابسه كده ليه زي اللي بيطلعوا في التلفزيون بتاع العمر؟ امال فين امك وابوك؟ وفين اخوكوا خليل يا ولاد مش شايفاه؟ امي موجود، امي عند الجيران. يا اخويا حط الحاجات دي على السرير دلوقتي يا افتح حالك. مش معقول. اهلا يا هلا. اهلا. ازيك يا اخي؟ ازيك يا اخي؟ ازيك انت؟ ازيك اخصى عليك يا نعم كده برضو تسيبنا وتمشي يا اختي؟ بقى مش هنعاتب يا اختي، ننسى بقى اللي فات، الله يجازي اللي كانوا السبب. يا اهلا يا اختي. ازيك يا اختي؟ اهلا يا اختي. انت شايلاه ده يا اختي؟ ده مرس. يهو تاني يا جمالات. يوه حاجه كده جت غصب عني. تعالى يا اخوي، تعالى وريني، تعالى وريني شكلك. يا خالتك روح. تعالى تعالى احكي يا اختي، احكي لي اخباركم ايه يا اختي؟ ايه اهو زي ما انت شايفه، ولولا يا اختي القرشين اللي بتبعتهم لنا كنا متنا من الجوع. كيف بعد الشر عليك، بعد الشر عليك. اقول لك ايه ولا ايه؟ انت سبتينا من هنا يا اختي وبلاوي الدنيا اتحطت على دماغنا من هنا. نعم الحكايه بجد، انا قالوا لي ما صدقتش. ازيك يا سي عبد المجيد؟ ازيك؟ عاش من شافك. ازي صحتك؟ الحمد لله. ازيك انت؟ تعالى اقعد يا سي. يلا بنت الدهيه خد اختك وخش على جوه. يلا امشي الدهيه خش. امال فين خليل؟ ما شفتوش مع اخواته. خليل فين امال؟ ما تتكلمي. خليل اتسجن، حبسوه. ليه؟ عمل ايه؟ ايدي اتمدت على مال الناس. اخرس انت وكمان لك عين تتكلم. ما تتكلمش ليه؟ مش راجل؟ مش كل البلاوي دي من تحت راسك انت؟ وانا اللي قلت له اسرق ولا قلت العيال سيب المدارس والكتاتيب؟ خلاص يا جماعه بقى، صلوا على النبي، صلي على النبي. لا وفالح لي بس يا خال. اختش هوليه وانا بخلفهم لوحدي؟ يا جماعه خلاص بقى، اهي فرجت فرجت يا جمالات وكل شيء هيتصلى. انما قولي لي يا اختي، ايه القبعه اللي انت فيها دي؟ ايه اللي انت لابساه في رجلك ده؟ ايه؟ وحياتك يا اختي، اول يوم لبستها اتكفيت على وشي 3 مرات في الشارع. يا نظري. ومنين ده كله يا نعمه؟ ما هو ده بقى اللي انا جايه اقول لكم عليه. خلاص فرجت وربنا عوض صبري خير. ربنا رزقني براجل كبير وعظيم، طلب ايدي وهنكتب الكتاب بكره. تكتبوا كتاب مين؟ كتاب يا سي عبد المجيد. بس عايزاك تحيا ابوك بقى تحضر لي شهاده الميلاد. قوم يا اختي، قوم افرجك على الحاجات اللي جبتها لك انت وعيالك ولسي عبد المجيد برضه. احنا عشانك يا عزيزه. لا دي بتاعتك يا اختي. يا ولاد انا جايبه لكل واحد بنطلون وقميص. انتوا اهو فساتينكم يا بنات. بس ايه بقى، انا عايزاكم من هنا ورايح تبيضوا وشي وتبقوا زي الفل. هو ايه؟ هو دي عشان امكم وابوكم. خد يا جمالات يا اختي جلابيه حلوه هتعجبك قوي. اهي يا اختي. وانت يا سي عبد المجيد بدله جديده لك تدوبها بالعافيه ان شاء الله. خلاص بعد كده ولا تحملوا هم، كل شيء هيتعوض، هصلح لكم كل اللي فات ان شاء الله. يا اختي يعني ولا فرحان اني ولا حاجه. ده ده. هو فيه ايه؟ فيه ايه يا جمالات؟ جمالات يا اختي فيه ايه؟ الله، لا ده فيه شيء بقى. يا عبد المجيد فيه ايه؟ فيه ايه؟ قول يا ولا يا رفاعي. تعالى هنا افتحي. فيه ايه في البيت ده انا مش عارفاه؟ انت هتتجوزي ازاي وانت متجوزه؟ ايه؟ انا متجوزه؟ تخرج تقول ايه يا واد؟ انا متجوزه يا جمالات، انا متجوزه يا سي عبد المجيد. ما تنطق. ما
ما هو ايه انت؟ ما هو الراجل راسه ألف جزمة. راجل مين وهباب مين؟ اسمه البطاوي. يا لهوي، انتوا هتجننوني؟ تجوزوني من غير ما اعرف؟ من غير ما ادرى؟ لا، ما هو ايه؟ ما احنا كتبنا كتب كتابك وعبد المجيد وكيلي. وكيلي؟ موكل الا ربنا، موكل الا ربنا. يا لهوي عليكم، يا لهوي عليكم. اني تزودوني ده انا ما حصلتش البهيمه اللي بيتبيعوها بسوق الثلاث. يا لهوي، كلمت البهيمه كده الاول جزار. انا هروح فيكم في داهيه، هروح فيكم في داهيه يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب. يا لهوي. استني بس، اهدي بس يا نعمه. اهدي يا اخي، اوعي ما تسكتش. اهدي يا قوم معايا، قوم شوف لي حل. حاضر. يلا تقول لهم ان الجوازه دي زور، كل الكلام ده كان زور، وفي البوليس تقول الحقيقه. حاضر. ما ترجعش بكلام. يعني خلصك يا اختي انهم يسجنوه؟ يسجنوه يا اختي، ما يروح في داهيه. زهره، هاتي لي يا بنت حاجه البسها في رجلي. يبقى الواد الكبير مسجون ونقفل ابوه كمان. استني بس، راحه فين؟ من ايه؟ ما تروحوا في داهيه كلهم. طب انت راحه فين دلوقتي؟ راح اشوف حل مع ابن الكلب التاني. طب ابعدي عنه يا نعمه. جاي معاك. امشي ارجع. مش ممكن اسيبك لوحدك. امشي ارجع. ده راجل شهراني. امشي ارجع. يا واد انت لسه ماشي ورايا. امشي ماشي. يا لهوي، ايه اللي انت ماسكه ده؟ هقتله المسك. انت اتجننت يا واد؟ اتجننت في عقلك؟ انت مش فاكرين الراجل ولا ايه؟ يا واد ارجع وسيبني في حالي، سيبوني اتصرف في اموري، مش عارفه اتنفس في وسطيكم. مش هسيبك. مراري يا مراري، اعمل فيك ايه؟ خليني راجع، راجع ارجع قدامي، راجع ارجع. ايه بتقول ايه؟ طب خش جوه. تقول لي. نعم يا معلم. قول للراجل ابو عبد الرحمن يحصلوني. حاضر يا معلم. بقول لك ايه يا خالتي؟ قولي لي على عنوان البيت بتاعك اروح له، وخليه يجي يضرب راجل الهلف ده اللي اسمه البطاوي. امال بقى هو بيضربه يالا؟ ده البطاوي اول ما هيشوف البيت هيركع على الارض ويقول له في عرضك يا بيه. يلا يلا ارجع، يلا ارجع. يا ساتر. صباح الخير جميعا. اهلا وسهلا. ايه الغيبه الطويله دي؟ حمد لله على السلامه يا ست الكل. اهلا وسهلا. يلا بينا يا ست الكل. على فين ان شاء الله؟ على بيت عدلك. كده اهو، على طول كده. الله، ومش على طول ليه؟ يا بجاحتك، يا بجاحتك. ايه بتقول؟ ايه بقول؟ يا بجاحتك، وانت عارف انها جوازه زور في زور. زور؟ طب بيقول الكلام ده بقى في الحكومه؟ هقوله في كل حته، هقوله في كل حته، مش هسكت. كويس قوي يا واد انت. هم هيحبسوا اخينا ده. احسن. بقول لك ايه، خلي بقى كل حي يروح لحاله كده، وتطلقني بالمعروف احسن. حلاوه يا ولاد، يعني مش عايزه تيجي معايا؟ لا مش هاجي معاك. باين عليها مش هتجيبها البر. انجر يا بنت قدامي. اهدى بس يا معلم، اهدى يا اخويا، دي لسه واصله. روح انت من غير شر، وانا بكره هجيبها لك لغايه عندك. انت بتقولي ايه يا جمالات؟ استني بس يا نعمت، ده المعلم راجل طيب. خلاص بقى يا معلم. طب انا هطلع ابن اصل واجي اخدها بكره، وهتكون النفوس هديت دندش الليله شويه. ايوه يا اخويا، بس المرة دي بقى مش هتقدري تهربي مني. يلا بينا يا ولاد. بالسلامة يا معلم. مع السلامة يا اخويا. نهار اسود لما رجعت لكم، ده كان نهار اسود لما رجعت لكم. يا بختك المهافم يا نعمة، يا بختك يا نعمة، يا بختك يا اختي. يلا 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 بره. خليك انت هنا. امرك يا معلم. امرك. اوعى البنت نعمة دي تخرج. أمرك يا معلم. ها؟
قالت لك طريقه هربت بيها، حنطتك من الشباك اللي ورا ومشيكي في السواق التاني، ولا الجن الازرق هيعرف طريقك. اللي في الاوضه دي هو؟ ايوه. مفيش حد واقف وراها؟ لا، ما انا بصيت ما لقيتش حد. يلا. مين هناك؟ يا سيدي انا ما طلبتش، انت اللي دخلت في الخط. عبدو. افندم. عبدو. افندم. لو كريم سأل عليا قول ان انا رحت عليا. حاضر يا فندم. مع السلامة يا بيه. قول لي. نعم. تعرف نعمة ساكنة فين؟ لا يا بيه، بس أعرف مين يعرف هي ساكنة فين. هي سألت حاجة يا بيه. اخرس، بلاش كتر كلام، اركب معايا. حاضر يا بيه. معلش خليكم انتوا هنا لحظة. ده المعلم اوام. مين ده يا نعمة؟ المحافظ؟ ده البيك. البيك. أهلا وسهلا سعادة البيك. أهلا وسهلا. اتفضل يا بيه. اتفضل. أهلا وسهلا. اتفضل استريح يا بيه. أهلا وسهلا. يا نعمة، قلقت عليك. إيه اللي أخرك؟ ليه ما جيتيش؟ نورت البيت يا بيه. أهلا يا بيه. أهلا منور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مين فيكم رفاعي؟ انا. انت زهرة مش كده؟ انت تعرفني؟ طبعا اعرفكم كلكم. خالتكم كلمتني عنكم كتير. انت بقى السيد عبد المجيد؟ موظف في السكة الحديد. اهلا وسهلا. طب يا سيد عبد المجيد، انا يسعدني اني اناسبك واتجوز نعمة. اتجوز مين يا حضرت؟ انت عايز تتجوز مراتي؟ مراتك؟ لا تتجوز. لا. الحكاية نعمة. انت وقعتك سودة. اتكلم بأدب يا خينا انت. انا برضه اتكلم بأدب. بقى جاي تتجوز مراتي ولك عين تتكلم؟ ده انا هقطعك حياتي. لا ده انت زودتها قوي. يا باب في عرضك. يا باب في عرضك. ايه الحكاية نعمة؟ فهميني. امشي يا باب في عرضك. قولي له يا اختي انا ابقى مين؟ قول له اخويا، قولي له يا اختي، قولي له يا عيال. مين ايه الحكايه يا نعمه؟ انا ده انا ابقى مين؟ اتكلمي يا نعمه. ما تحطش ايدك عليه احترامك والله. امشي من هنا يا باه. امشي من هنا. امشي يعني ايه امشي؟ دول غجر ما انتش هتقعد. اللي عايز افهمه، انت متجوزاه ولا لا؟ ايوه متجوزاه. سمعت من بابك باه؟ قولي له عبد كتابك. امشي يا باه. امشي. فارضك تمشي. تمشي يا لهوي يا لهوي. اوعى كده يا اوعى كده يا ولد. اوعى تلخبط. يا بيه يا بيه يا بيه يا بيه يا بيه الحق نعمة يا بيه. ما تسيبهاش لوحدها يا بيه. يا بيه عمو مصطفى. عمو مصطفى الحقني. عمو مصطفى. عمو مصطفى ده كل البلاوي تطلع من البنت دي. يلا يا بنت امشي. ده اللي قدامي. تصلي ايدك يا بطاوية بتاع الفراغ. لو هتجيب لي جيش جرار ماليش جاية معاك. خلاص اللي كنت خايفة عليه راح. ما بقاش في حاجة هخاف عليه. بقول لك الجري. اوعى تمد ايدك عليه. مش ناقص الا انت كمان يا سكران افندي. سكران هيفوق لك يا بطاوي. ولما يفوق لي ايه اللي هيحصل يا محوالجي؟ اسمع يا بطاوي كلام كتير مش عاوز. نعمة مش خارجة من هنا وانت تفضل في 60 داهية. كلام ايه اللي بتقوله ده يا عبد المجيد؟
احنا دفنينه سوا بطاقه فرارجي، وكنت فاكر انك خايف ابلغ تبقى مغفل. لا كده. ايوه كده. هخاف من ايه؟ كلها تابيده، هنا سجن وهناك سجن. طلعها احسن لك يا بتاع الفراخ. اطلقها؟ ده بعدك. اوعى كده. اوعى. انا سعدر قد الحكومة. ابني راح في حضرتك. قد الحكومة يا لهوي. بس يا ست انت اللي خرجك بره. انت يا ولد ضربته بسكينة؟ اي يا بيه. لا يا بيه. انا اللي ضربته. وفي حاجة كمان عاوز اقولها لسيادتك، انا اللي جوزت نعمت من اخينا ده من غير علمه. عندك أول تاني عايز تقولها؟ لا يا بيه. اتفضل انت. معلش يا جمالات، سنة ولا ست أشهر مش حاجة. على الله أكون عرفت أصلح غلطتي يا نعمت. أنت عملت اللي عليك يا عبد المجيد، والعيال ما تخافش في رقبتي. أنا عارف إنك أجدع مني. يغول بك يا جمالات، هنعيش ازاي؟ هناكل منين؟ العيال دي هتتربى ازاي؟ اللي راح راح يا جمالات، احنا في دلوقتي. يا اختي ما تخافيش ما تخافيش، من الفجر هقوم ادور على شغل عشان الزلط وعيالك هياكلوا. بس يا اختي بس. ايوه كريم، من فضلك احجز لي طياره لندن بكره الصبح، اول طياره. بعدين هقول لك. مع السلامه. مع السلامه. البيت فين يا فتح؟ عايزه ليه؟ هو فين بس؟ في السرايا. يا سعادة البيت، يا سعادة البيت. ايه فيه؟ خالتي مظلومة، الجوازة زور في زور، وحبسوا أبويا والبطاوي، أخويا هو اللي ضرب البطاوي، إخواتي بيعيطوا، والأحمد كمان بتعيط، وأمي نازلة لط. طب بس هدي هدي نفسك هدي نفسك، إيه الحكاية؟ أنا هحكي لك على كل اللي حصل. يا أخي بقول لك هات القلم بتاعي بقى. أوعى تتمرن يا أخي، هات القلم بتاعي بقى. ونايمة. أنا عرفت كل حاجة. تعالي معايا. والفرقة بتي يا بيه هسيبهم لمين؟ المزرعة محتاجة لهم كلهم.